أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة. إذن لدينا حصة التطبيقات الكتابية. جيد، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا على بركة الله. غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذن انجزوا على دفتري هاد التمارين، هادو غديرهم على الدفاتر ديالكم، وحولوا الفعل حسب الضمائر. لدينا الفعل رسم، ولدينا الضمائر انا، انت، انت، هو، هي. اعيد، فعل رسم سوف نحوله حسب الضمائر انا، انت، انت، هو، وهي. اذا على بركة الله نقول انا رسمت، انا رسمت، أنت رسمت، رسمت، أنت رسمت، رسمت. هو ماذا نقول؟ هو رسم، هو رسم. هي رسمت، رسمت. إذا أعيد، قلنا أنا رسمت، أنت رسمت، أنت رسمت، هو رسم، هي رسمت. جيد، أكمل تحويل الفقرة. إذا شاركت مريم في مسابقة تحدي القراءة، حصلت على المرتبة الأولى ففرحت وشعرت بالفخر والسعادة. إذا هنا لدينا أحمد، وهنا لدينا مريم، هنا لدينا مؤنث، وهنا لدينا مذكر، هنا لدينا هي. إذا هنا لدينا الضمير هو، سوف نحول الفعل حسب الضمير. إذا نقول شارك أحمد، شارك، شارك، شارك أحمد في مسابقة تحدي القراءة. إذن حصل، حصل على المرتبة الأولى وشعر، إذن وشعر ففرح، عندي ففرح، ففرح وشعر بالفخر والسعادة، وشعر، وشعر بالفخر والسعادة. إذن هكا حولناه من مؤنث إلى مذكر. إذن شارك أحمد في مسابقة تحدي القراءة وحصل، إذن حصل على المرتبة الأولى ففرح وشعر بالفخر والسعادة. جيد، ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. أكمل بما يناسب. في مدرستنا الساحة نقط، والحجرات نقط، والحديقة نقط، والأستاذات نقط، والتلاميذ نقط. إذا نقول مثلا في ساحة، عفوا، في مدرستنا الساحة واسعة، واسعة، والحجرات كبيرة، كبيرة، والحديقة مخضرة. نقول خضراء أو مخضرة، كتبوا مخضرة، مخضرة. والأستاذات طيبات أو محبوبات، ندير محبوبات، محبوبات، محبوبات. جيد، والتلاميذ مهذبون أو مجتهدون، ندير مجتهدون، مجتهدون، مجتهدون.
إذا قلنا في مدرستنا الساحة واسعة والحجرات كبيرة والحديقة مخضرة والأستاذات محبوبات والتلاميذ مجتهدون. جيد. إذا رابعا أحاكي الأسلوب الآتي: هكذا أريدك يا ولدي أن تكون عطوفا على الفقراء. إذا نقول مثلا: هكذا أود يا صغيري مثلا يا صغيري، هكذا أود يا صغيري أن تكون متفوقا في دراستك. نقطة. إذا درنا بحال هذا الأسلوب هذا وكتبنا: هكذا أود يا صغيري أن تكون متفوقا في دراستك. هكذا أود يا صغيري أن تكون متفوقا في دراستك. جيد. السؤال الخامس: أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة. الطابق ورافقت. إذن شقتنا في الطابق. طابق. إذن الطابق العلوي، الحلويات في الطبق. الطبق يعني الصحن. هنا الدور العلوي، وهنا الصحن. الصحن عفوا خصك تكتب الطبق. إذا الطبق رافقت صديقي إلى المكتبة. إذا ثم رافقت بالضعيف. إذا هنا رافقت صديقي إلى المكتبة، هنا رافقت بالضعيف. رافقت بالضعيف. رافقت بماذا؟ بالضعيف. إذا أحسنتم أحبائي الصغار، بهكذا كنكونوا سالين الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجية. وفي رعاية الله، وإلى اللقاء.